السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله اخونا المهتدي حي اخونا ابو زياد. حي حي حياك حياك الله استاذ رامي، الله يبارك فيك. حياك الله حبيبي. حيا الله مشاهدينك من كافة الأقطار العربية يا استاذ رامي. حياك الله، تفضل نسمعك حبيبي. صراحة الله يبارك، حوارك ممتع استاذ رامي، الله يسعدك. وحلقاتك جميلة جدا والله العظيم، وانت حركت عقول الشيعة، كثير الحمد من لله. الشيعة حركت عقولهم. جزاك الله خير الجزاء آمين على ما آمين. قدمت في هذا البرنامج، والله الحمد ياخذ لله، الله بيدك واسع. الى الحق. آمين يا رب. انت حركت عقول هواي من الشيعة، انا آمين احكي لك آمين. اقسم لك بالله، يعني عندي هواي من اقارب اهتدوا اثناء آمين. مشاهدتهم الى برامجك. بصراحة انت الحمد لله. والاستاذ وليد الحمد والشيخ لله. برا الله يثبتنا وإياكم. اهتدوا على اساسكم، انتم على اساس برامجكم هاي صراحة، اللهم يعني لك الحمد. والايات القرآنية اللي اهتدى على اتباع الصحابة السابقون، يعني هي هاي الايات اللي خلت يهتدون، وبرامجكم ممتعة جدا. اللهم لك الحمد. وانا سمعت اتصال ولد هذا هسه قبل شوي، عبد الرحمن، والله ابكاني اتصاله بصراحة، يعني دمعت عيني شلون تكلم كلام، شلون وانت تتعب وجازف في سبيل ان توصل الحقيقة الى الشيعة المساكين. اكو ناس والله استغراني مخدوعين، ما يدرون خطية، ما يعرفون شنو الدين، تايهين تايهين، ترى شنو تايهين، يمشي ورا المعمة، يتبعون المعمة. والله يجزيك خير، واحنا اهتدينا من عندكم، وهاي صار لي تقريبا 7 سنوات ولله الحمد. آمين. الحمد عرفت لله. شنو الدين، وعرفت شنو المعنى الاسلام الحقيقي، اقسم بالله حسيت بالطعم أخي الديني أبو والصلاح زياد، الحقيقي من اللي اتبعته. والله أخي أبو زياد، نعم يعني استاذ رامي، في الختام لأني سأختم الآن وأتمنى تتواصل معنا في الحلقة القادمة، أقول لك كن داعيا إلى الله. أنا أقول لكل مهتدي كن داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فالذي أخذ بيدك إلى نور التوحيد لابد أن تدعو إلى هذا الحمد التوحيد. لله والشكر، الله يسعدك يا رب. الحمد لله، هاي فضل من الله سبحانه وتعالى استاذ رامي، نعم والله توحات من الله سبحانه وتعالى. نعم. الله يجزيك خير يا جزاك الحبيب، الله والله خيرا، يطول بعمرك، جزاك الله خيرا يا ابو زياد، والله بارك يبعد الله عنك فيك. كل مكروه، امين والله العظيم نسأل الله ان يمد خطاك ونستمر، وكل احنا داعمين لك استاذ امين رامي. امين الله يجزيك حبيبي، خير، امين، جزاك الله وانا خيرا. اعتذر اخذت من وقت البرنامج يا ابد حبيب، ابدا، تشرفنا جزاك بك الله خير حبيبي الجزاء. واياكم، حياك الله، جزاك الله خيرا. الشرف انت، الشرف يا الطيب، الله يسعدك. استودعك بالله في يا امان الحبيب، الله، في امان الله. حياك حياك الله، حياك الله يا حياك الله، حبيبي. الله على السلامه. ضاق الوقت، معنا اخ اسمه حسين يكتب لي الآن أنه يريد أن يتبرأ من معتقد الشيعة، هنيئا لك أخونا حسين. تواصل معي الآن بعد انتهاء الحلقة وسأكتب لك رقم الخاص الواتس ونتواصل عليه أنا وأنت بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله أخونا حسين شغل عقله، اللي كان بيكتب لي على التكست الآن، ولعلنا نتواصل أنا وهو بإذن الله تبارك وتعالى ويترك هذا المعتقد الباطل هو أيضا. والحمد لله المهتدين في ازدياد بفضل الله تبارك وتعالى، والله شبه يوميا تواصل معي اليوم شخص مهتدي من الكويت، أي أيوة والله، ويريد أن يدعو والده. وتواصل معي أمس أخ مش عارف اسمه، نسيت اسمه، من العراق، واهتدى وأرسلنا له الصلاة الصحيحة والوضوء الصحيح بفضل الله تبارك وتعالى. وما زال بفضل الله تبارك وتعالى كثير من عقلاء الشيعة بدأوا يشغلون عقولهم ويتركون هذه الديانة الوثنية ويفكرون فعلا الحق ويحكمون كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا ما نريده من الشيعة جميعا. اللهم اهد عوام الشيعة وخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. اللهم اهد والد أخونا عبد الرحمن. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يا عزيز يا كريم يا ودود يا رحيم، أن تأخذ بيد والد أخونا عبد الرحمن إلى الحق، ووالدته وعقلاء الشيعة وعوام الشيعة. اللهم خذ بيد الشيعة إلى الحق، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا عليهم فيضلوا. اللهم ثبتنا على الحق، إنك أنت الرؤوف الرحيم.